معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم، نسأله عن أداء الأهلي النهارده والفوز الكبير على فاركو. ويشرفني دايما وببقى سعيد دايما بتواجده معايا الكابتن الكبير كابتن شريف. يا كابتن شريف صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا كريم، ازيك، اخبارك ايه؟ أنا كله بخير الحمد لله، أخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. رأيك ايه في أداء الأهلي النهارده؟ كان أداء رائع الحقيقة، تدارك مستر موسيماني الحقيقة انه يتعدى الخساره امام صن داونز بعرض يليق بلاعيب النادي الاهلي النهارده، ويحط محمد شريف في مقدمه اللعيبه دي انه يرجع له ثقه كبيره. وقت مهم جدا بالنسبه لمحمد شريف الحقيقه. صحيح. وجود محمد مجدي قفشه في الملعب وترجع لطريقه 4 3 2 1 دي تعمل لغه بين اللاعبين والضغط على المنافس. هو مستر موسيماني كل فرقه كريم وبيعمل لها خطه معينه او على حسب الخصم يبقى حجمه ايه. صحيح. رغم الخساره النهارده لفرقه فاركو الا انما تحس بيهم موجودين في الملعب، ولكن يعيبهم الشكل الدفاعي شويه اللي هم على خط واحد بيحاولوا دايما يعملوا مصائد التسلل وبيتضربوا فيها يعني. صحيح. ليه النهارده محمد مجدي قفشه ظهر بمستواه الطبيعي يعني؟ بقاله فتره مش بنفس المستوى ده. هو دايما ما بيلعب نمرة 10 هو تحت المهاجم، بيبقى ده مكانه، بيقدر يعمل صانع للعب وبيقدر يعمل الفيرود الثاني اللي هو دايما موجود جوه ال 18، وعنده حريه التحرك دايما يا كريم، وعنده حريه التصرف، وهو لعيب على حقيقه موهوب يعني. صحيح. تحس الكره وهي في رجله هيحصل منها خطوره. صحيح صحيح. طيب عايز اسالك على مستوى حسين الشحات وطاهر محمد طاهر في المباريات الاخيره، رايك فيهم ايه؟ لا لسه كتير قوي، طاهر لازم ينظم مجهوده في الملعب ويخلي يعني فين طاهر كان بيلعب في المولين، خدت بالك؟ احنا لما جبنا اللعيبه دي كانت في انديتهم اللي جايين منها كانوا مكسرين الدنيا. صح. كنت انا يعني طاهر ده انا كنت بحلم بيه الحقيقه، ناحيه الشمال وناحيه اليمين، و حاسس ان ناقصه حته. تفهمني قصدي؟ صح. يعني ناقصه الفينش، ناقصه مشوش باداء حاجات كتير قوي ما يبصوهاش في الملعب اكتر من انه يكون طاهر محمد طاهر الفناش اللي بيجيب اهداف، صاحب السمعه اللي هو جه بيها النادي الاهلي يعني. صحيح. بالنسبه لحسين الشحات، انا دايما مع حسين الشحات في الحاله البدنيه. يعني لازم يشتغل على نفسه في الحاله البدنيه اكتر، لان كل ما بيوقف على رجليه كل ما الراجل ده عنده كوره تقدر تاخد منه انتاج كبير يعني. صحيح. وجوده جوه ال 18 وهدوءه، الحاجات دي الاهلي محتاجها الفتره الجايه، وخاصه قدام ماتشات زي المريخ وزي صن داونز وزي الهلال. انت محتاج الفتره الجايه نوعيه لعيبه صاحبه اداء منافس للمكسب. يعني انت ضغطت على صن داونز ورحت 7-8 مرات ما جبتش جوان، النهارده ممكن تكسب 10-12. صحيح. صحيح. يعني الفكر والاسلوب موجود عندك، انما تبقى الطريقه بتواكب نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الملعب، تحس ان هم مرتاحين، تحس انهم واخدين على بعض، تحس ان ربيع بيعمل شروب باص سلاي بيعمل شروب بس من ورا خالص. صح. للعب لقدام. صح. الرؤيه مفتوحه. صح. مهما كان معلول انتاجه قليل بس بصماته واضحه في الملعب. محمد هاني ما شاء الله. فهو ده المكاسب اللي انت بتكسبها. طيب. بالنسبه للنادي الاهلي يعني. انا عايز اسالك بقى على عايز اسالك كابتن يعني عايز اسالك على حسام حسن. حسام حسن من اللعيبه اللي كانت هدافه مع سموحه، لعيب مميز، لعيب من هدافين الدوري، ليه مش عارف ياخد فرصه في الاهلي؟ حسام حسن مصر كلها رانت ان هو هيبتدي النهارده. صح. حسام حسن لازم يشتغل على نفسه بدني جامد جدا، وبعدين معلش الناس مش بتاخدش بالها لما لعيب بيصاب ويرجع ما بيبقاش هو برضه كريم يعني ما بيبقاش في حالته يعني، اول ما بيرجع من الاصابه زي بيرسي تاو لسه ما رجعش من بعد الاصابه، لسه ما رجعش. تاو النهارده بيتحسس يعني رايح هو والجون بره التركيز، بره المود، بره التنفيذ، خد بالك؟ ما ده برضو الاصابه بتاثر على اللعيب. صح. كتير جدا وبتهز الثقه بتاعته. صح. فانا اعتقد ان حسام حسن محتاج انه
زي ما موسيماني ادى الثقه لمحمد شريف النهارده لازم يبث فيه الثقه، بس هو لازم يساعد نفسه مع المدرب يعني، لازم يحسسه في التمرين انه نشيط جدا افكتيف قوي، طالع جايبه 3 4 اجوان في التمرين، فيخلي المدربين اللي هم اللي مش مصريين اللي بيشتغلوا معاك او الاجانب او الافارقه زي موسيماني دي نتيجه يقول لك اللي بيحصل في التمرين هو اللي بيحصل في المباراه. صحيح. لازم تاخد عيني، لازم تجبرني مش اسما بس. صحيح. يعني عشان حسن لعيب كبير ومفروض يبقى في ضمن المجموعه الاساسيه اللي هي بتبتدي المباريات. صحيح. بجانب محمد شريف. يعني انا اعتقد محمد شريف لو لعب على الجنب وحسام حسن راس حربه يبقى عندك شكل حلو وتحكيهم قفشه. يبقى عندك قوه هجوميه برضو مش بطاله معاك احمد عبد القادر لعيب كوره كويس. صح. تستعين بعد كده بالشحات وطاهر، يعني عندك مجموعه ازاي تدورها بقى يا كريم. هم اللي بيجبروك بحالتهم البدنيه ازاي. صحيح. يبقوا موجودين جوه التيم. صحيح. يعني. كابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي الاسبق، شرفتني ونورتني كالعاده، كنت سعيد بتواجدك معايا.